FM. الكلمة ليك. رجعنا معكم في الاغتراس، مرحبا بكم من جديد. نحكي على فارس تي في المولود التلفزي جديد القديم اللي بدا في اول رمضان 2014 وقاعد يقدم بشويه بشويه. سعد جدا باستقبال عفاف حمزاوي مدير تنتاج فارس فولاد. مرحبا يوش تقرب نهبط لك شويه الميكرو كان تحب. مرحبا بك عفاف. نادره بالحاج عمور مدير الاتصال والتسويق فارس تي في، مرحبا بك. مرحبا بك. انت جبت تحكي بالفرنسي رامي قلقش، لا كتلقى... لا تلقى كلام بالتونسي فوالا كتلقى شويه مشاكل بالعربي. مرحبا بكم. نحكيوا على نص دينك اللي هو برنامج جديد من نوع تلفزيون الواقع، يبدأ غدوة إن شاء الله 9 غير ربع. قبل ما نحكي عليه نسمعوا البوند أنونس تاع نص دينك. مشاكل الكرة والسياسة والاقتصاد والإرهاب، يا أخي ما عادش لاقين ما يعديو في التلفزة. يا لله وسع بالك، فيرست تي في تقترح عليك البديل، برنامج جديد اسمه نص دينك، حكاية باش تخليك عايشة حلمة 5 نساء و5 رجال الكلهم ناويين على حلال، أما مرأة ورجل برك باش يوصلوا للدور النهائي وممكن قصة حبهم تتوج بعرس 5 نجوم. تبعونا في سهرية الاثنين على فيرست تي في بداية من نهار 23 فيفري مع 9 غير ربع. الفريكونس متاعنا 11958 أوريزونتال على نايل سات. فيرست تي في هي الأولى، هي الأولى، هذا شعار فور سي في. نحكيو على نص دينك برنامج جديد قدمنا نص دينك، هو 5 رجال و5 نساء. فينالمون فور سي في باش توفق راسين في الحلال هكا حسب exactement. حسب ما فهمت exactement. En fait c'est un nouveau concept d'émission. من فكرة يعني فكرة بروغرام كيفاه يعني نجم نشهر القناة ونعمل بروغرام يعني يبدأ قريب من المجتمع التونسي. ذكرنا في كونسبت كي تورن autour du mariage. D'accord. Et le concept a été développé dans les avec les équipes de First Production justement dont Afef Hamzaoui est en charge. Donc l'émission en fait هي شنية تجربة جديدة، حكاية جديدة بالحق يعني عمرها ما وقعت في تونس. عملنا appel à candidature sur les antennes de First TV. On a reçu plus de 250 candidatures. طلبوا les personnes ont été contactées etc. وعملنا الكاستينج في الهوتيل أندلسية في بنزرت. Donc هذاك هو اللي مشتوفوه d'ailleurs كان عشنا، c'est l'épisode numéro 1 l'épisode casting. Donc tout شوفوا يعني beaucoup de personnages, beaucoup de caractères. قداش من واحد جاي الكاستينج برشا؟ J'ai en fait il y a une sélection, je crois qu'il y a eu à peu près une quarantaine de personnes au niveau du casting. كيما قلت يعني فريمون التجربه الاولى، ويعني انا خصوصيا ما كنتش نتوقع اللي توانسه يعني يجمو يمشيو بور كاستي بور سو تيب دو بروغرام وكل، و فريمون في التقاليد التوانسه وكل شيء والمونتاليتي خوت خوف شويه الحكايه. اي حكايه العرس يعني العبد يمشي على اساس يعني برنامج تلفزي باش يلتقي بشريك حياته. وكما تشوفوا كان عشنا يعني فما حتى عبد قال بون يعني سي ان مويان اونتر اوتر يعني كوم لي زوتر كوم لي سيت دو رونكونتر. واحد قدم هذا وفينال يعني سي ان ميديا كوم ان اوتر ولا مويان كوم ان اوتر باش تتعرف على عبد. داكور. الوغ عملتوا الكاستينغ، اخترتوا 5 رجال و5 نساء ودخلوا في ديفي بلوز اوموا ولا ثم هكا تجارب يعملوها باش يخرجوا فينالمون زوز مرا وراجع في الاخر باش تعرسوا لهم. اكزاكتومون. فات الكاستينغ فما لجنة تحكيم، دونك فيها من شكون متكونة لجنة التحكيم؟ لجنة التحكيم فيها قيس مبروك ديريكتور دو فيرست تي في، فيها مدام العزيزة بولابيار يعني جو بونس الممثلة التونسية جي با بيزون دو لا بريزونتي، فيها ان بسيكاناليست عماد الرقيق عماد الرقيق، وفيها اون افوكات كي فو ايدي جوستومون كوم ال لو دي ايدي الشباب ا سو ماريي على اساس تجربة جديدة. دونك سي بيرسون لا يعني عملوا لجنة التحكيم، ils ont choisi 5 femmes 5 hommes. وفي الحلقة الثانية اون فيت تتعرف على لي باش ما نقدموش باش نحرقوش المراحل. نمشيو بالحلقة الأولى على 5 رجال و5 نساء سلون كال كريتير تم اختيار الخمسة؟ الحلقة الأولى هي حلقة الكاستينغ. داكوغ الكاستينغ. جوست تقرب الحلقة الأولى هي حلقة الكاستينغ. اون ايو 46 بيرسون اللي جاو ابخي ان بري كاستينغ دي 200 جاو لوتيل الأندلسية اللي اون سيت انستالي يافي دو سال دو جوري. لوتيل الأندلسية وصلكم باش تسميوه برشا هكا؟ لا سامحني عاد في ديزا نو سي با غراف. اي جاو لوتيل اللي فيه الكاستينغ. لا ما في تونس نقولوا نزل فاخر نحن. فاخر فوالا سامح. ما يسون نو بارتنير. اي نعرف لي جو كومبرون نعرف. فوالا.
j'ai eu, il y avait deux salles de casting, Sikaïs avec Madame Aziza et Imed Rqiq avec Madame Afef, je pense, l'avocate. Où ils ont choisi cinq femmes et cinq hommes. Et les بعد باش يختاروا يدخلوا في تجارب durant 8 épisodes. D'accord. 8 semaines. Yeah. 8 semaines. D'accord. Mais First TV بدات في رمضان, بدات اول نهار في رمضان, بدات برامج معينه, بدات مسلسلات, ومن بعد ما عادش ثم برامج بلوز وما قعدت اون ستاند باي تحضروا في نص دينك. نص دينك تلفزيون الواقع مصور اون ستوك هذول من قبل ولا قاعد تصوروا في غير ميزور؟ لا مصور اون ستوك. Elle est dans la boîte. D'accord. في برنامج لي غاليتي اللي موجودين بلوز وما في العالم يتصوروا نهار بنهار ولا جمعة بجمعة. علاش اخترتوا باش تعملوا اون ستوك ومن بعد كتعدي, وعلاش ما خليتوهاش تمشي بتبعتها 8 سمان؟ البرامج الكل يعني ما يخدموش فورسيمون ستوك, يعني نجم نكلمك على كولونتا. كولونتا مثلا كليرمون يعني سي با ان بروغرام, سي با ان بروغرام دو فلو, يعني تصور اون ستوك وابخي لي ديفوزي. فما برامج ما خفتوش من الفويت اللي يصير؟ أبخي يعني يجم ممكن فما دي فويت, أما كيما قلت لك يعني تجربة أول مرة تتعمل تجربة هكيكة, يعني مش بالحق يعني حكاية جديدة, مش كيما أول مرة العبد يعني يشوف سو تيب دو بروغرام. كيما متعود 3ème 4ème سيزون دوكو فما دي بتي سكري اللي ماذا بيك ما يطلعوش أو فينال, يعني حتى الحاجات اللي يطلعوا ميسالش خاطر العبد المتفرج يعني مش يحب يشوف يعني هذيك يعني صارت الفازة هذيك ما كيفاه صارت. دونك هذاك هو اللي مش نوصلوه للناس, كيفاه الحكايه بدات تتخيط بين العباد, لي زيستوار داميتي, لي زيستوار يعني اللي صار الكل في البرنامج. هل فيرست تي في كي بدات تلوجوا على الضجه, تلوجوا على البوز كتلفزه جديده, ما حبيتش تبداو برامج روتينيه نوعا ما بتاع ثقافه بتاع موسيقى, حبيت تبداو برنامج هكا بتاع عرس نجم يعمل بوليميك في تونس باش انتم تنجموا تلقاو رواحكم موجودين في بارمي لي ميديا اللي اللي موجودين في تونس؟ اونتر غيمي يعني بون تو نرجعوا لها, احنا اون ان بروجي اكاديميك يعني دونك لوبجيكتيف نتاع لونسومبل دو جروب دو جروب اونتر لينا الانستيتيو انترناسيونال دو نيميريك اي دو لوفيزويل فيرست تي في او فيرست برودكسيون سي دو كري يعني اون اندستري اوديوفيزويل في تونس, يعني كليرمون هذاك هو المشروع نتاعنا. اي بور كري سا يعني لازمنا يعني لازمنا نحطوا لا كرياتيفيتي, لازمنا on insuffle Hajet yani qui soit plutôt dans une logique de production que purement une logique de consommation. Yani بالحق كنا نجمو نجيبو مثلا برنامج من الخارج successful ماشي والناس كل يستناوه وتعرف اللي مش يمشي, اما ما حبيناش نمشيو في السهل, يعني قلنا نمشيو مثلا في حاجه اصعب خاطر نحبوا يعني on veut promouvoir Zada Tunis يعني على انترناسيونال, وكيما يعني نشريو من عند البلدان الاخرين والعرب برشا زاد نشوفوا aujourd'hui la consommation média يعني dans toutes les chaînes du monde arabe, يعني نشريو aussi des concepts mais فما une autre logique celle de la production et de vendre aussi les concepts نتاعنا ou يعني حاجات كي سوا بلوس en adéquation avec notre ADN. حكيت على البرودكسيون, البرامج هذوما نعرفوهم برشا موجودين في فرنسا في الاوروب بصفه عامه في لبنان يتكلفوا برشا فلوس, هل فيرست تي في عندها برشا لي مويان باش تنجم تعمل تيلي غاليتي كي دور كوميم 8 سمان؟ اسكو عندكم برشا فلوس؟ والله تحب نقول لك هو الحقيقه فما بليزيور شوز ان فيت اي اللي هي بالبرود نورمال عفيف تعرف قداش عندها فلوس اي مي فما باش نخلي عفيف تجاوب, فما برشا حاجات يعني عندك افيكتيمون لو كابيتال فينانسي كي اون شوز امبورتون, مي عندك سورتو لو كابيتال هومان وذاك يعني سي لو بلوز امبورتون. لو بروجي نتاع فيرست سي ان بروجي اللي يتشخص ويركز برشا على لا جونيس نتاعنا على لور بوتونسييل دو كرياتيفيتي, ونرجع للريفوليسيون تو سامبلومون لي زيستوار دي ريفوليسيون سي كي ان جيرم ان جينيرال ابري سي ان موفمون كولتوريل سي اون انفي دو كريي دو سو ترانسوندي او دو ديفلوبي دي شوز. دونك هذايا هو على شنو ركز المشروع. لي بيرسون اللي هربت من السؤال سي تري بيان ديجا لا قلت لك يعني فما بوكو دو كابيتال اي نعرف فهمك فما برشا حاجات يعني قداش تصرف على ان بروغرام سي با لا سول شوز امبورتونت,
عندك لو كابيتال يعني كيما قلت لك يعني لا جونيس وكل يعني اللي شاركوا و vraiment يعني سي برسك اون افونتور هومين تشوفهم aujourd'hui d'ailleurs on en parlera tout à l'heure de l'opération street marketing يعني الناس فرحانين هكا ils ont l'impression d'avoir contribué à faire quelque chose de nouveau et ça ça n'a pas de prix en fait ب نزين كنت باش تصور وقت تم التصوير تورناج وقت صار صار في مواد نوفمبر علاش ما يبدا كان في فيفري وفي اخر فيفري علاش ما بداش في ديسمبر في اول جان في علاش مش مال علاش تو alors اول حاجه يعني احنا ان شاء الله on va lancer les programmes de first en coordination avec first production mois après mois d'ailleurs يعني merci pour Swell parce que ça me permet de rebondir sur le lancement d'HS Sport qui a été lancé au mois de janvier HS Sport ou برنامج يتحول على الرياضه على السبور et cetera هو خرج من الاوردينير HS Sport اللي مثلا نعرفوا البرامج الرياضيه في بلاتو وضو كل شيء المره هذه في ريستورون C'est un vrai dîner quoi. عبيت عاشر بالحق عايد عرب في العدد والتقديم يظهر لي كل مرة معهدي كونسلتون معها 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 ضيوف سينوفو ما صارتش حتى في العالم العربي أنا ما مريتهاش ما عادش كان عندكم فكرة بك صارت لبرا في الأوروب أما ما صارتش وحتى في 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 عاش سبور فما ديزانفيتي دو فاليور ريت جورج ليكانز ريت برشا حتى يوسف بن علي لعب هوند في قطر سارة بسباس وغيرهم عندكم فكرة على الأوديونس عندكم فكرة على عندكم لي فيدباك اللي مع شارع تونس من المفرجين نسبه المشاهده بتاع شي سبور La vérité, yani, c'est un programme qui est en train de s'installer petit à petit yani, sur, sur l'antenne. C'est un programme, yani, le genre sportif, yani, c'est pas forcément non plus... si on revient purement à la consommation média yani, de base, déjà, yani, l'homme par nature ne regarde pas trop la télé, voilà, il regarde purement les programmes sportifs. Ouais. En plus, on est une chaîne de divertissement à vocation féminine. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi on a le volet un peu gastronomique. في البروغرام justement باش نجمعوا الراجل والمراه ويتفرجوا مع بعضهم على ان بلاتو سبورتيف و ميم طون كو لا فام يتروف سون كونت ولا سون يعني هل العشاء اللي موجود في عشاء سبور يتعشى التونسي في داره ولا هذا السؤال والله الناس اللي يجيو يتعشاو دونك دونك ممكن يعني مش قاعدين يتعشاو فيه جست لا تابل برينسيبال حتى توتي زوتر تابل سي الميم ديني دونك سي بيان تنولي نحضر حتى انا تمشي نتعشى مرحبا بك ودايور نستدعكم الكل وقت تحبوا يعني مرحبا بكم يا عايشك داكور الوغ هذا عشاء سبور قلنا بدا في جان في قاعد يقدم بشويه ثم قنوات كيما ثم التونسيه ثم احنا بعد ثم الوطنيه الاولى والثانيه اللي عندهم اكسي للستاد اللي ياخذوا البونتوات يصوروا لي كوليس فيرست تي في ما عندهاش لاكسي هذا كيفاش تنجموا تقاوموا الكونكورونس هذه وانتم ما تنجموش تدخلوا للستاد ما تنجموش تصوروا البونتوات تعتمدوا جوست على لي زيماج ولا على لي انترفيو déjà fait ma cette chose elle est يعني aussi depuis 10 ans c'est le digital يعني les gens entre guillemets يعني l'instantanéité d'un match ou call les réseaux sociaux يعني au final après le moment du but yani c'est plus le but yani donc pour arriver à ça donc cette émission yani traque énormément sur toutes les sur tout ce qui concerne les coulisses du sport yani les problématiques aussi du sport qui m'a Jawart Melk Jazier qui a parlé de ces problématiques aujourd'hui yani il est quand même 69e joueur mondial et Wadi Haja Charlof Bachatoun yani sur ce type de sport d'arriver à ce niveau-là etc c'est vraiment un porte-drapeau pour le pays les Chinois ils ont énormément ou beaucoup de pays ils investissent énormément dans le marketing sportif yani, comment développer leur visibilité à travers le sport à l'échelle internationale voilà Sara Besbes yani, qui est aujourd'hui championne du monde d'escrime elles ne sont pas des sports naturellement tunisiens donc voilà yani, le programme Hever, c'est vraiment pour parler à la fois du foot qui m'intéresse, yani, d'autres chaînes ont des droits de retransmission de matchs mais aussi des autres sports et de ce qui se passe dans les coulisses, etc. ou ce qui est important ou ce qui doit aujourd'hui yani, être au devant de la scène l'industrie audiovisuelle le sport c'est aussi un business qui doit se développer ou qui doit trouver sa place aussi le choix d'Aïd Arab d'être dans la vocation féminine
indépendamment de la vocation féminine, je pense que Aïda Arab est une animatrice exceptionnelle. On colle sur l'axe, on colle sur l'axe. Ah, mais est-ce que derrière vocation féminine, que la vocation féminine, la chaîne, alors on peut tout simplement. Alors je ne pense pas que Aïda Arab ait été en concurrence avec un animateur homme. Et en même temps, yani, franchement, par rapport au concept et par rapport à ce côté convivial, sympathique, etc., yani, Aïda Arab, elle est exceptionnelle yani, dans l'animation de ce plateau. Donc, très bien, Mzana, je vais vous parler أكثر عشان سبورت نرجعوا للمصدين زاد باش نحكيوا لكن نرجعوا من بعد الاخبار سينو هذه الموسيقى. اهلا وسهلا مرحبا بكم، رجعنا معكم في لاتيغاس مع ضيوفنا نادره بالحاج عمر مديره الاتصال والتسويق بقناه فيرست تي في، وعفاف حمزاوي مديره الانتاج واللي عنده الفلوس الكل في فيرست برود. فهمونا شنو هي فيرست برود وشنو هي فيرست تي في، شنو هي العلاقه بين فيرست برود وفيرست تي في؟ فيرست تي في هي تلفزه، فيرست برود شركه انتاج. لماذا هناك شركه انتاج وتلفزه فرد وقت؟ على خاطر تلفزة تلهيت بالكوتي ديفوزيون كوتي ارتستيك و إلا شوازي إنها تعمل إن بوات دو برودكسيون اللي هي مدينة الإنتاج فيرست برودكسيون. دونك فيرست برودكسيون إي ني دو فيرست تي في. دو فيرست تي في فوالا. هل فيرست برود تخدم الفيرست تي في فقط ولا تخدم باقي قنوات تونسية ولا أجنبية؟ فيرست برود تخدم الفيرست تي في إي و سي سون كليون بريفيليجي. اما تخدم اي جهه اخرى كو سوسوا ناسيونال و انترناسيونال. دونك باب فيرست برودكسيون محلول الناس الكل اي اوني ان تران دو برودوير دي سبوت بوبليسيتير بور ديفيرون كليون و عندنا برنامج اخر مازال في الدراسه دونك مش نحكي عليه توا اللي هو مع جهه اخرى اجنبيه ماهيش تونسيه. قاعدين نحضروا فيه. خلي بالك في تونس كلمة جهة أجنبية تخوف. لا جهة أجنبية يعني ماهوش تونسي. سافا با إتخ أن برودوي تونيزيان كوميرسياليزي أون تونيزي باش يكون التلفزة واحدة أخرى أجنبية. باهي داكور دو تخي بيان. نرجو نحكيو على نص دينك. لو قلنا نص دينك هو برنامج مرة في الجمعة. مدته في الحلقات الأولى 50 دقيقة فورما دو 52 هكا حسب الحلقة الأولى. حلقة الكاستينغ تدوم 45 دقيقة. داكور دو. أبارتيغ من الحلقة الثانية حتىكش الحلقة الثامنة 70 دقيقة. باهي في التنشيط موجودة وفي بوكيل كان يعطينا فكرة على الفريق اللي خدم على الواحد نعرف في الإخراج ممدوح بن عبد الغفار هكا وفي التقديم وفي بوكيل. علاش وفي بوكيل؟ هذا هو السؤال. علاش وفي بوكيل موجودة مازلنا في الفوكاسيون فيمينين هكا عايد عرب وفي بوكيل في أول تجربة تلفزي في تونس كبيرة بلوز وموان تخدمها وفي بوكيل؟ نعرفها صحفية تكتب ونعرفها فنانة كاملة تويكا ولت منشرة وكان ضيفة هي بحذين. علاش وفي بوكيل موجودة والاختيار تاع وفي بوكيل؟ خصوصيا يعني ما كنتش هنا في وقت الاختيار تاع لي زانيماتور و لونسومبل دو ليكيب يعني انا التحقت بالمشروع في اول العام. اما وفا بوكيل يعني في الاسبري نتاعها يعني سي ان اسبري اسي جون اسي يعني اسي فري اوسي دون سا فاسون دو بريزونتي البرنامج و كي كول ان بو او كونسيبت دونك لقات روحها و الكونسيبت جو بونس لقاها يعني كما قلت يعني علاش وفا بوكيل مثلا انت كنت تشوف مثلا عبد اخر ولا لا ما عندي ما كنتش نشوف حتى شيء سورتو با باهي نحكيو على نص دينك نعرف لي فورما تاع تيليغاليتي كي يتلموا يعيشوا بعضهم في دار افيك دي كاميرا وكل شيء. المره دي اخترت تخرجوا كومبليتمون في اوتيل. اسكو خوف من التوانسه؟ خوف من النظره بتاع التونسي من التقاليد بتاع التوانسه من رد الفعل كو خمسه رجال خمسه نساء في دار وحدهم كيما يصير لبرا ولا فهمت تصوروهم في يومياتهم كيفاش يعيشوا كيفاش كل شيء. اخترتوا في اوتيل، هل علاش الشوا هذا؟ هل هو شوا استراتيجيك مشان من الاول ولا خفت شويه من ردود الفعل اللي موجوده في تونس؟ ينجم يكون شوا سي تا شوا ارتستيك افون لقينا في الوتيل اللي خدمنا معاهم لقينا لوكال اللي هو اسمه الوتيل سامعها الوتيل الاندلسية دونك لقينا فيه ديكور اللي حاشنا به لوكادر ان بلوس كوم جو فيان سيتي سي نوتر بارتنير تسهيلات وكل شيء اي ان ميم تو مراعاة لتقاليدنا الاسلامية ومراعاة كل شيء. ما نجموش نحطوا نساء ورجال فرد دار فرد وقت دونك هو سي ان ابارت اوتيل كل البنات وحدهم الاولاد وحدهم واستضافوا ليكيب الكل. انت حكيت على ليكيب احنا اون ايتي ا بو بري 60 بيرسون دون ليكيب
دونك جو ما فيبا سيتي دي نو على خاطر باش تخرج لي كيما 60 واحد اما الكلهم تعبوا الكلهم خدموا والكلهم ايزون كونتريبيو على ريوسيت دو بروجي بي نحكيو على الموسيقى زادا ثم الموسيقى تاع جينيريك فان وجينيريك ديبي باش نسمعوا الموسيقى هذه اللي طول دقيقه هذول تاع جينيريك البدايه هكا ولا هات نسمعوا الموسيقى تاع نص دينك ونرجع مش هذي ساغيف ساغيف هذا الشاب خالد نسمعوا الموسيقى تاع نص دينك اللي قلنا طولها بالضبط دقيقه وراجعين معكم في لاتيغاس كانت هذه موسيقى قلت لاتيغاس نص دينك بتبيع لي فهم في الموسيقى شوية كابت اللي هي موسيقى تديني محلالي فرح واللي هي تتعزف في آخر العرس التونسي كان عايشة برش في تونس عندك فكرة ما نعرفش كم سا سباس في فرنسا تعليلة عندك فكرة عليها ولا التعليلة التونسية اي فوالا تعليله التونسيه في الاخر المراه تبدا تبكي وتعنق في يومها كل شيء داكور سي اكزاكتومون سا الوغ يديني محلالي فرحوا لكن توزيع جديد وثم استعمل آلة الساكسفون نعرفه آلة حساسة ورومانسية برشا اللي جا اللي يحب يعمل قاعدة رومانسية حط الساكسفون الوغ فيزيون في بلاصتها شكون عمل الموسيقى هذه والفكرة بصفة عامة هي فكرة علي بن فرج le conseiller artistique musical de First TV Gadha avec la contribution de Hassan Sriwi voilà donc voilà alors هذه الموسيقى بتاع ديبو هات نسمعوا الموسيقى تاع جينيريك دو فان مع بعضنا في الموسيقى بتاع نص دينك كما قلنا غدو نص دينك ان شاء الله 9 غير ربع على فيرس في جوست ذكرونا بالفريكونس وموجود هي عنا السات فقط اللي مش موجود على الهوت بيرد اي مش موجود على اما في بالنا في اول بث كانت موجود على الهوت بيرد اي تويك على نيلسات 11958 اوريزونتال داكور تري بيان موجوده في فرنسا موجوده على كابل في موجوده ولا جوست عنا السات كيفاش اللي يعيش في الاوروب بصفه عام كيفاش نجم نشوف فيرس في ثم ستريمينغ اتش دي على الانترنت موجود لكن على ساتيليت ولا سوغ لي كابل بروشينمون على الكابل بروشينمون ان شاء الله على الكابل كنت قبل على الهوت بيرد توا ما عادش خاطر انا شوازي لو كابل سي بوكو بلوس انتريسون اي لي عنايسات وفما برشا يجبدوها عنايسات كيما نعرفوا حاجه هكا اللي غاليتي تكلف برشا فلوس سورتو الشيء مازال جديد مش باش نرجع لك على الفلوس من غير ما تضحك لكن هل ثم مستشهرين ثم دي شويه ديسبوت باش نشوفوهم الاول ولا بشويه بتاتخ من بعد ولا موجودين الاشهار وغيره هذا بالحق يعني حاجه جوبونس مش دي بشويه انت كيما قلت مقبل يعني القناه لايتي لانسي يا ان جانفي يعني مازالت ما عندهاش عام لو دوزيام لانسمون فوالا رولانسي ان جانفي رولانسي سامحني رولان ايتي لانسي ان جوان سامحني في رمضان يعني دونك مازالت ما عندهاش عام القناه انتر كيمي والمشروع يعني كبر مقبل كيما قلت يعني فيرست تي في وفيرست برودكسيون وكل علاش
كما قلت لك مقبل يعني فما الانستيتو انترناسيونال دو نوميريك اد لوديوفيزوال وهو جوستمون يعني خاطر سي اون ريفيان جوست ان بو ا لا باز دو بروجي سي فيريتابلمون لو بروجي لو فولي اكاديميك كي امبورطون يعني لا فورماسيون بار لا براتيك التلام ذا اللي مجي يقراو في لينا يعني لو لانسمون لا شين دو ايتي سانسي اتر اون شين دابليكاسيون بور لي ستوديون يعني يجمو ينتجو و يعملو اي برودويس دو كونتينو ويشوفو على على قناه D'accord. Ou comme yani, je crois que l'autorisation de lancement de l'université est arrivée un peu tard, etc. Du coup, yani, le projet est allé un peu plus tout de suite de façon un peu plus professionnelle. Il n'y a pas assez d'élèves en fait, qui aujourd'hui pourraient produire le contenu yani, Mtal Qanet. Et du coup, yani, First Production, yani, du coup, ils ont recruté yani, Abed ou Call pour produire le contenu. Ou actuellement, je pense aussi les annonceurs, ils ont, il y a une femme à beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui qui sont apparues dans le paysage audiovisuel tunisien. Femme à des success stories, femme à d'autres stories, yani, qui sont un peu plus compliquées. Et du coup, le marché publicitaire, yani, est un peu difficile. Yani, il a besoin d'un peu plus de stabilité, de se projeter, etc. Ce qui est complètement normal, yani. Ça prendra un peu de temps, mais. سالج نحكيو اكثر قبل ما الناس باش نحكيو اكثر على علينا وعلى فيرست تي في لكن نحكيو على ستريت ماركتينغ قول عملتوا ايفينمون يظهر لي في شارع بورقيبه بمناسبه عيد الحب اكزاكتومون دونك اوتور دو 14 فيفريير حبينا يعني نحتفلوا بال 14 فيفريير كي ايتي اون دات لا دات دو لا سان فالنتين يعني معروفه عالميا Et étant donné que Nosdin allait être prochainement lancé, on ne pouvait pas laisser passer l'occasion de fêter le lancement de Nosdin et de le partager, yani, notre joie avec le Mujtama Tounsi. Donc, amène l'opération de street marketing, amène des ballons. Yani, Tajmouchoufou d'ailleurs, à la page officielle de First TV, page officielle. Tajmouchoufou, le film de l'opération. Donc, yani, des ballons gonflés, amène le jeu. و يعني صار جو كبير يعني انا نعيش في بورقيبه شفنا برشا مبايل اكزاكتومون الاشيت بالون دي دي ماريي كاليش ان ستاند لا ميوزيك دي جي بريز دو فوتو يعني كستوميزي اون ماريي يعني افيك تابلو اون بوفي ميت سا تيت فوالا يعني حابين يعني سي فريمون سو بروغرام يعني il a été tellement pensé développé imaginé dans les têtes etc ou le fait elle est chauffe ce qui est le produit concrètement et on a vraiment eu envie yani, de partager ça à Twents et de le promouvoir justement et quel meilleur endroit que Nahch Habib Bourguiba beaucoup ouais d'ailleurs je crois qu'on a beaucoup de candidats pour la saison 2 aussi ah, c'est très bien, déjà yani Nes Raido pour la saison 2 saison 2 وقتها شيء تبدا دوب ما توفى السيزون هذي أنتم ما بلا تحضروا جست بعد نصدين كويح تش نطلق نصدين كثني ولا مزلتم تعرفوش يمكن بعد رمضان فوسط رمضان كيفاش قاعدين تخمو On est en cours de préparation توا نصدين كثني إن شاء الله باش تبدا مع رمضان إن شاء الله نحضروا فيها التورناج مازال ما بداش مازلنا نحضروا سيليف ديكريتور ربي سيرفي بلي زاد عندكم سيت كوم قاعد يحضر من عرس ستاند باي زاد سيت كوم ما تحبش تحكي برشا انت مادام حكينا على رمضان تويك تلفز كل يعني اون بلان بريباراسيون رمضان فهمت مسلسلات بدات تدور تلفز بدات تحضر نشوف في نسمه نسيبت العزيزه نعور الهواء في كاكتوس في غيره انتم وقيت باش تبداو تحضروا رمضان اسكو عندكم ايكيب قاعد تخدم توا على اللونسمون تاع الشين يبدا بتي مع عش سبور ونزدين وغيره وثم ايكيب تخدم رمضان شنو حضرتوا رمضان سورتو رمضان شهر الفكين تاع تلفز كل واحد يحب أكثر عباد تفرج فيه وسخطو أنتم ما زلتوا شيء جديدة شنية محذرين رمضان السنة اسكو ثم بلان دو تاع خدمة بلان دو ترافاي قاعدين تخدموا عليه بيان سور فما بلان دو ترافاي و لاغري يعني دو رمضان سرا كومونيكي يعني او مارشي او مومون او مومون ويل سرا فيناليزي اما كان نرجعوا جوست يعني ابخي لا ريفوليسيون علاش يعني لو مارشي كان كل مرتبط برمضان خاطر تونسي ما كان يكونسوم التلفزه كان في وقت رمضان
كيف نرجعوا للرسمي الرسمي وتويك التونسي يعني كونسوم تونسي لا تلفزيون تونيزيان انديبوندامون دو رمضان ودايور ميم لا لوجيك دي انونسور سي ان بو انفيرسي كانوا ايفيكتيفمون يعني ils investissaient كان في رمضان كان في رمضان aujourd'hui يعني voilà dans une logique un peu plus commerciale qui est aussi en accord avec leur stratégie commerciale يعني le lancement de leurs produits ou la communication autour au moment du lancement des produits donc وهذاك هو زاد l'ambition يعني de first كما قلنا احنا مقبل يعني مدينة إنتاج و c'est aussi يعني de faire de la production audiovisuelle à la ساحة التونسية على طول العام يعني مش فقط في وقت رمضان الناس ما يتفرجوش يعني ما عادش يتفرجوا في التلفزة في وقت رمضان برك وان بلوس يعني التونسي تسانس بس يعني يحل ويحب يتفرج في حاجات يعني يتكلموا على عيشته على الكوتيديان نتاعه وعلى على دي رياليتي بروش دو لوي دايور فيرست تي في ايفيكتيفمون يعني باش جوست نوضح الفكره فيرست تي في ميم لو سي لو نون اي ان بو كومبليكي ان فيت سي ان اكرونيم بور دير فام انتريسي بار لي رياليتي سوسيال تونيزيان والبرنامج نص دين كان فيت يوري بوكو دو رياليتي سوسيال تونيزيان ميم اوتور دو مارياج ا ترافير ان جور تيليفيزوال ديفيرتيسون Donc, juste, توضح لي فيرست معناتها الترجمه فام انتريسي بار لي رياليتي سوسيال تونيزيانه علاش افوكاسيون فيمينين علاش لهيم بنسى اسكو الرجال ما عندهمش باي في التلفزه بتاعكم لا الرجال عندهم باي الرجال كارتي ما نتفرجوش نحن الرجال لا يتفرجوا اما علاش افوكاسيون فيمينين افوكاسيون فيمينين خاطر اول حاجه يعني aujourd'hui la consommation média يعني de base c'est plus la femme qui consomme la télé que le rage يعني d'ailleurs tout chouffou finos dit يعني il y a des candidats qui dit يعني المرا ما عندها ما تعمل يعني الراجل اللي يجي يمشي للقهوه يمشي يشوف صاحبه كله المرا يعني تبدا مثلا في الدار دونك افوكاسيون فيمينين يعني التلفزه المرا كيما التلفزه يعني يجمعوا autour de dans un foyer et c'est un peu notre idée yani, de faire une télévision positive yani, qui donne envie aux gens de la regarder ou une télévision qui تجمع الناس باش نرجعوا شويه اخر باش نحكيوا على البرمجه بتاعكم ثم شاك فوندردي ذول العشاء سبورت شاك لندي ثم نص دينك ايش ثم الباقي الايامات نرجعوا بعد الموسيقى ما تبعدوش جانا معكم في لاتغاس نحكيو على فيرست تي في نادر حكينا كل لندي عندكم نص دينك اللي يبدا غدوه نذكروا التسعة غير بعد او شويه خلينا نعاودوا لا بوند انونس وفوندغودي عندكم عشي سبور اونتر تون ثلاث اربعة خميس سبت احد شنو عندكم في البرمجه مش يجيو برامج يعني كيما قلت لكم قبل الاستراتيجي نتاعنا خاطر اصليا ان فيت باش نرجع جوست للاوريجين حبينا نعملو لونسمون يعني دو تو نو برايم اون ميم تان وحكايه سفيان ونادير يعني لو فيت كيز اون ايتي انلفي وكل ما نجموش نحتفلوا احنا بيان لونسمون ونعملوا حاجات كيما حبيناهم alors que الوضعيه هذه ان بو ديفيسيل يعني الناس خدموا مع بعضهم عارفين بعضهم دونك ليتا ديسبري ان بو ديفيسيل دو كو قاعدين اون بلوس اون لانس ترانا في استراتيجي اخرى كي تي لو لانسمون دو نوز ايميسيون موا موا دونك اش اس سبور في جانفي نوز دينك في فيفري و دوتروز ايميسيون يعني موا ابري موا يعني البرمجه تكمل بعد سبع شهور هكا سا سفي با لا البرمجه مش تكمل اما جوست باش نرجع مثلا جيم با بارلي دي زوتر شين يعني جوست بور ريفينير مثلا سور تونسي او مومون دو لانسمون يعني بدات افيك دو بروغرام دون لا بيس و لا دو ثم حوار خاز هذا اللي تعمل أي. دونك اوكين شين يعني عالميا يعني وهذا فريمون يعني نبدا واضحه كانال بلس كوم ريفيرونس مثلا با دو تو علاش كانال بلس هو سي كانال بلس ولا كي بدات برنامج واحد الباقي كل الافلام وغيره واسكو تنجم تكون هيك نو ديجا يعني كانال بلس سي ان موديل بيان احنا دون لي بي عرب جو كرو اوكين قناه ني سور لا باز دان موديل بيان جوست لي شين تاع سبور juste les chaînes de sport à terme les droits de sportifs ou quoi et du coup c'est de l'exclusivité où les gens sont prêts à payer pour ça canal yani au départ c'était aussi l'exclusivité de certains des films ou quoi yani c'est un modèle différent les films c'est quel faut barça déjà barça flous donc yani manach واخذين le modèle نتاع canal plus ou نتاع m6 ou نتاع واخذين yani le chab tunisien qu'est-ce qu'il a aussi envie de voir etc.
etc. Où effectivement, je pense qu'on est aussi alimenté par des genres télévisuels. Mathalan, qui chauffe les données au niveau international, je crois qu'en 2014, 41% du contenu, c'est du divertissement. On fait les 41% ados comme 31% c'est de la télé-réalité. Mmh. Télé-réalité complètement absente aujourd'hui, entre guillemets, mais le paysage audiovisuel tunisien. Donc, des modèles étrangers, des orientations étrangères. Par contre, on est alimenté aussi par des genres de création. Alin Habou, الجمعة هذه الجمعة اللي بعدها الشهر هذا ثم نوزين وكثم عشى سبور ونتخطوش ثم مسلسلات ثم أفلام وثائقية صغار وينهم هل موجودين الكوجينة هل هي موجودة مثلا في البرامج بتاعكم البرامج الدينية ما موجودة مش موجودة برامج الصحة موجودة مش موجودة مثلا هذا ألون تيرم نحكي وتاو بعد ألون تيرم بشوية قل هذا الكل مش يكون إن شاء الله موجود ديجا الأطفال بو إفكتيمون سي دي ديسان انيمي مي موجودين فما دي كاز بور لي زانفون إفكتيمون قلت لو جور كويزين qui fait une raquette aujourd'hui on est invité au Regency mais le volet cuisine est aussi mis en avant et il y a des pubs il y a un café il y a un peu de il y a HS Sport donc c'est deux zones en fait HS Sport non c'est vraiment le concept aussi un peu de l'émission donc tous ces genres de programmes il y a MJJ il y a First Mag qui va arriver il y a Moussel Slate il y a Bebel الحاره عندنا سماره باب الحاره تعدى في رمضان بشي قاعد يتعدى في سي في جي تعدى ا بارتير دو ما انا وقت ثمانية وربع ومن بعد 9 غير ربع يجي نص دينك ثمانية سامحني ثمانية ساعة غير ربع مسلسل ومن بعد 9 غير ربع وبعد نص دينك 45 يجي نص دينك حكيت انتخ تون برشا اسئله تجي في مخي ان شاء الله ما تغشش من الاسئله البرشا اللي عندي باش تعاودوا باب الحاره لكن ما لقيناش كوميونيكيسيون كبيره برشا ما شفناش بيب كبيره برشا المسلسل باش يتعاود ما سمعناش عليها برشا ما لقيناش ديزافيش في الشارع بوتيتر ما ثماش ليزافيش كلهم موكيبي نجم يكونوا ما سمعناش برشا اللي باب الحاره باش تعاود مثلا نوزين كبار كلكو زارتيكل كونفرنس ما صارش هكا شويه ما حكاش الشارع التونسي برشا ولا حتى على الفيسبوك ما دارتش برشا الحكي علاش اي alors juste qui m'a اول حاجه باب الحاره سي فيتون je crois le قبلاست ou le monde arabe ou c'est un feuilleton qui fait de très bons scores c'est une rediffusion الحاره السته هذا الجزء السادس اي après effectivement la case à la Nosdine pour le coup qui est une production tunisienne juste à titre de comparaison qui chauffe مثلا Netflix ou d'autres plateformes de diffusion ils ne communiquent pas forcément sur leurs produits عملوا un produit qui communique entre guillemets pour eux House of Cards ils n'ont pas investi dans de la communication dans de l'affichage ou Hajatakik c'est plus les produits qui ont fait Alishorlou مثلا Netflix où je pense que si Inch'Allah en tout cas c'est ce que je souhaite pour First TV Khanet Taqwa automatiquement tous les programmes Alibdaou Fiha Yaqwa en même temps est-ce que على نص دينك مثلا ولا باب الحاره ولا غيره علاش ما في لانسمون كيما هكا علاش ما شفناش مثلا بوان دو بريس مثلا لي راديو الكل ما كانوش موجودين بلوزوما مثلا كابا فيما جاتنا حتى دعوه باش نكونوا موجودين في البوان دو بريس مثلا نورمالمون توت لي راديو ont été sollicitées à venir si notre attaché de presse Eric Alozen a envoyé des invitations à toutes les radios et نجم ترانسفيري لك الميل نزار d'accord alors هذا حكينا على الجمعه حكينا على الكوميونيكاسيون بلوز مو تبع الحاره نذكروا باب الحاره غدوه 8 حتى للتصغير بوت صغير بوع نص دينك pour inciter les gens باش يتفرجوا شنو نجم تقول لهم باش يجيو يتفرجوا في نص دينك ولا باب الحاره ولا غيره شنو نجم تقول لهم
نقول لهم تابعوا حكايه جديده حاجه يعني تشبه التونسي و ماهيش مزيفه يعني جاوا الناس كيما هما ونشوفوا يعني تلفزه حقيقيه يعني كيما قلت مقبل فيرست تي في رياليتي سوسيال تونيزيان وهذه هي اللي مجركسوا عليها يعني على الرياليتي نتاع نتاع المجتمع نتاعنا وتعايش مع بعضنا وكل داك هذا فيما يخص نص دينك ولا عش سبور انت ما تحبش تحرق البرامج الاخرى اللي باش تحكيوا عليها ماذا بكم تحكيوش عليها نجموا نحكيوا نجموا نحكيوا عليهم انا عندي معلومه عندكم سيت كوم كنت تحضروا فيه ومن بعد كما ومازلنا نحضروا فيه وين سيت كوم اللي سيبتي بريفيو يبدا تو زاد يبدا في الشتاء نورمالمون لو سيت كوم il est assez spécial et ما نحب effectivement ما نحبش نحرق الحكايه نتاع سيت كوم مي سيت كوم قاعد ما تحكيليش الحكايه نتاع سيت كوم يقول لي بلوز مو وقتاش باش يبدا وقتاش نشوفوه علاش ما بداش علاش ما بداش خاطر الديكور قاعد يحضر وعلى خاطر المخرج نتاع سيت كوم قاعد يعرس دونك سي بور سا اي دو سان روتور اون فا كومونسي ا بريباري كل شيء اون ا شوازي لي اكتور لي باش يمثلوا في سيت كوم اون ا بريباري الديكور برشا حاجات قاعده تمشي مي ان فيت لو طون جوديسيو دو ديماراج ولا باش يبدا في سيت كوم مازلنا ما اخترناش خاطر عنده علاقه بحاجه في حياه التونسي زاده دونك نحبوا نبداوهم معها كي تعرفوا سيت كوم كي تفرجوا فيه تفهموا عليه وخرنا شويه في رمضان يبدا بيتيتر لا قبل رمضان نون بلو بعد رمضان ما نعرف ان شاء الله بعد ان شاء الله في 2015 داكور ليسونسييل السنه بي ابار برمجه نحكيوا شويه وانت مكلفه بالاتصالات بالاتصال نادره فيرست تي في رغم انها بدات في رمضان وبدات اول نهار في رمضان لكن بلوز او موان العموم مازالت ماهيش معروفه برشا مازال عباد تسال شنو هي فيرست تي في مازال برشا عباد موجوده في السيتور لكن برشا عباد ما يتفرجوش فيرست تي في علاش بورتون بدات في رمضان بدايه باهيه هذه النقطه الاولى بدات باب الحاره وبرشا برامج اخرى وصار يعني حتى في الشارع عباد فرقتك الفلاير وكل شيء وما نعرفش كيفاش تسمى بالكوميونيكاسيون هذاك الشيء اللي يصير في الشارع ما نعرفش كيفاش exactement فهمت لكن رغم ذلك بدات ومن بعد تفات من بعد دخلت في مرحله اعاده بث البرامج محسوب حتى الجان في نبدال العشاء سبور علاش الفتره هذيك الكل هل ندمتوا انكم بديتوا في رمضان كان سنتو الجان في بديتوا البرامج قبل العشاء سبور وكل شيء وعلاش بديتوا بثيتوا شهر وبعديك دخلتوا في اعاده البث خاطر نعرفوا بعد رمضان برشا قنوات يعاودوا يعملوا ريديفيزيون اللي كان فرصتكم انتوما باش تقدموا جديد للتونسي علاش بديتوا في رمضان وبعد قصيتوا وعاودوا رجعتوا في جانفي احنا بدينا في رمضان وكملنا مع لي فيستيفال زاد بعد رمضان اما قصينا وقت اللي صارت حكايه نذير وسفيان اون ايتي انتر غيمي ديستابيليزي بارابور على ليفينمون سفيان il avait une émission اللي هي كانت بيان انستالي سور لا شين دوسيي لكن سامحني كنشوف القنوات في الخارج وموجودين يعني تصير يختطفوا ساعات صحفيين بتاعها لكن شي ما تقفش تواصلوا مامتون وصلنا مع نجوم بليدي وصلنا مع بوكو دوتر ايميسيون وكملنا بفينا انتر تان قعدنا لوجو اي ابري اون ا ريبوندي مع العشي سبور كيما قالت نيدرا قبيله ان فيت اون فولي لانسي توت لي ايميسيون ان ميم تان et après des études au Chofna Kolchai, on a décidé de lancer, d'installer Kolchhar une émission. C'est plus sûr et c'est mieux. Et voilà, et on va dans ce chemin. On a installé l'Ache Sport, et l'Ihoa, t'la, hata fle, taux d'audience, m'tiro. Bechoye, bechoye, il s'est installé à l'Abe, d'où aller, oui, qui wali. Tawa Nos Dinek, on a lancé avec Nos Dinek, Moussel Samara, يعرفوه التوينسا وعجبهم بطولة غدا عبد الرزق وباب الحارة انا اون سيري دو دوكيومونتير تتلهي بكل شيء عندنا افلام عندنا مسرحيات مي سان امبيش تونسي بدا يعرفنا وبديت نسمع دي روتور لا ما قلتش ما نعرفكمش اما قلت يعني الكوميونيكاسيون ناقصه شويه ما فهمتش شنو هي نزار نحبوا نخدموا على ستريت ماركتينغ اكثر من نخدموا على لي زافيشاج وكل شيء هل اختطاف سفينة ونذير ولا غيابهم بلوز ما في ليبيا عاون باش فيرست تي في العباد تعرفها أكثر؟ أول حاجة يعني حكاية كيما هكا ما تعاونش يعني احنا أزمة برشا القناة يعني بالحق يعني أنا ما كنتش هنا وقت صارت الحكاية
mais نحس اللي c'est quelque chose يعني qui est في مخه في قلب كل employé donc aucune chaîne في العالم يعني متلوج ce type ما قلتش تلوج جيت تبعتها يعني mais d'ailleurs احنا ما ركزناش عليها يعني on n'a pas communiqué je crois dès le départ يعني par rapport à cet enlèvement au col les instances les dirigeants du les dirigeants de la chaîne yani se sont pas yani m'interroge sur les médias en appelant forcément est-ce que les autorités publiques yani il suivent تحركوا اي mais مش par rapport à l'opinion publique yani par rapport à les cellules de crise etc yani اللي بالحق يعني يجي يصرح الحكايه عندكمش معلومات على السفن النذير مكانهم وين موجودين قريب يروحوا قريب فينهم بالضبط هل عندكم معلومات على الشيء هذا ولا ما عندكمش معلومات والا بوتيتر تخيروا كما تحكيوش برشا حتى تفضلوا الحكايه سيكريت او بلوز مون ديسكريت احنا ما عندناش يعني ديزانفورماسيون le seul moment d'ailleurs où First a communiqué par rapport à Sofiane Ounadir, c'est au moment où il y a eu une désinformation, yani une mauvaise information qui a été communiquée où ça a été validé par la suite yani, comme quoi ils n'étaient pas décédés donc yani, on a communiqué sur le sujet sinon yani, d'après les informations qui ont été transmises par les autorités compétentes yani qui sont de l'autorité publique, ils sont en vie. Après, le blas au col, il y a بون ان شاء الله نسبيغو بيان كو يروحوا في صح سفيان ونذير سينون سنة الاخر حوار معاكم مش تحب تقولوا في الاخر كان عفيف تحب تقول حاجة لا ميرسي نشكرك جوست على الاستضافة وتفرجوا في نص دينك غدوة مع 9:15 على نيلسات 11958 وفما برشا 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 انكور دو بلان دو سوربريز كي اريف بيانتو سور فيرست تي في وبالحق يعني سي ان بروجي يعني كيما قلت اكاديميك و D'ailleurs, si des étudiants, des bacheliers, yani, sont passionnés par l'univers de l'audiovisuel, de la production au col, yani, Lina a ouvert les sessions d'inscription. Fin septembre, les sessions finies normalement. Exactement. Bichar ou Balam? Akthar Oudouh, yani, sur le site, mais c'est des formations annuelles. داكو مش غاليين برشا وعنده حق اللي يقرا يعمل اون باراليل فورماسيون في فيرست تي في نجم يكون موجود في البرود في المعالي جورنال اكزاكتومون سي سا ان فيت لا بوتي دو بروجي شنو هي السبيساليتي اللي موجودين على السبيساليتي سون مونتاج و سون مونتاج وفيديو وفيديو داكو هذوما ثلاثه في لينا الموجودين لينا فين موجوده بالضبط في تونس العاصمه سا فا ديميناجي مي ادات يعني خسر سعيد اون كور دو ديميناجمون داكو بعد باش تقرب اكثر لوسط البلاد باش لازم كل الناس شكرا لك نادر بالحاج عمر شكرا لك عفيف نعاودوا نسمعوا البوندانونس بتاعنا زينك ونرجعوا لكم ما تبعدوش كاب اف ام الكلمه ليك